بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا رجعيا ورثت ما دامت في العدة على بإجماع العلماء. إذا كانت في العدة، سواء كانت العدة مثلا شهر أو كانت العدة شهرين أو أكثر أو سنة أو سنوات، إذا كانت في العدة فهي ترث. والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو مات أو وطئها في نكاح فيه خلاف. فإذا كان هناك طلاق رجعي ورثت ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة قلنا انتهت العلاقة. ولأن العدة لها المعتدة لها أحكام الزوجات، لأنه يصح أن يراجعها في أي لحظة. ما دامت في العدة يصح أن يراجعها في أي لحظة، إما بالقول وإما بالفعل. بالقول يقول راجعت فلانة، وبالفعل يأتي بما يكون بين الأزواج فيما بينهم بين الرجل وأهله. فإذا طلقها ومات وهي في العدة فهي ترث بالإجماع. وأما إذا انقضت العدة فلنا وقفات. نقول إذا كان الطلاق في مرض، إذا انقضت العدة، إذا كان الطلاق وهو صحيح فهي لا ترث أبدا. وإذا كان الطلاق في مرض فإما أن يتهم أو لا يتهم، إما أن يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو انقضت العدة ومضى عليها وقت طويل ما لم تتزوج أو ترتد. فإذا تزوجت فلا يمكن أن ترث من زوجين، أو ارتدت حصل مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، ومر بنا قبل البارحة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عرر ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فإذا ارتدت فلا ترث، وإذا تزوجت ارتبطت بعصمة زوج. وأما إذا لم ترتد ولم تتزوج واتهم بقصد حرمانها فإنها ترث مهما طالت المدة، كما فعل عمر رضي الله عنه وحكم بهذا بجمع من الصحابة وأقروه على هذا. الخلاصة أيها الأحباب في قراءتنا في هذه الليلة المباركة أن نقول هناك امرأة رجعية مات زوجها، هل ترث أو لا؟ نقول ما دامت في العدة فإنها ترث، وإذا انقضت العدة فإذا كان الرجل طلقها وهو صحيح ولم يتهم بقصد حرمانها فلا ميراث لها، وإن طلقها وهو في مرض موته أو اتهم بقصد الحرمان فإنها ترث مهما طالت المدة ما لم تتزوج أو ترتد. فإذا تزوجت فلا يمكن أن تكون أن ترث من رجلين، وإذا ارتدت فوجد عندنا مانع وهو اختلاف الدين. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي عن ميراث المطلقات رجعيا أو بائنا. فإذا طلقها طلاقا بائن في الصحة ولم يتهم فلا ميراث، وإذا اتهم بمرض موته واتهم فلو عاش سنوات طويلة
فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد حتى ولو انقضت العدة. ونعرف أن المعتدات ست. عندنا امرأة عدتها 3 أقراء، وعندنا امرأة عدتها 3 أشهر، وعندنا امرأة حامل عدتها وضع الحمل، وهكذا. والمعتدات 6 كما مر بنا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. يعني عندنا طلاق ولا يمنع من الميراث، وعندنا طلاق يمنع من الميراث. فالذي يمنع من الميراث إذا كان في الصحة وليس هناك مجال للالتهاب، فبانقضاء العدة ينقطع الإرث. وأما إذا كان في العدة فمهما كان فإنها ترث، ولو بقي لحظة واحدة من عدتها فلها أحكام الزوجات، وعليها أن تعتد لعدة الوفاة، يعني تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. وأما إذا كان في مرض موته، فإذا كان متهما فإنها ترث، وإذا لم يكن متهم أو كان بناء على طلبها، بناء على طلبها فإنها لا ترث. نعم. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع الميراث. طلاقا رجعيا يعني طلاق رجعي، وهي يعني تكون في العدة، وإذا طلق طلقة واحدة أو اثنتين فإن هذا الطلاق رجعيا. وأما إذا كان بائنا أي طلقها 3 فإنها يعتبر في بينونة. لم ينقطع الميراث بينهما ما دامت في العدة. وإذا كان بناء على طلبها، بناء على طلبها فإنها لا ترث. أنا أذكر جاءتني امرأة في المحكمة في خارج البلاد المباركة هذه، وقالت إن زوجي رجل كبير السن وأنا مرتبطة وعندي يعني أمور تتعلق بالحلال، عندي إبل وكذا وكذا ولا يرعاها أحد غيري، فمعناه لو مات لتعطلت وتعطلت إبلي، وأريد أن يعني أن ننهي العلاقة مع وجود الود والاحترام، بس لأجل ألا أنحرم من مالي الذي هو يعني عصب الحياة. نعم. سواء كان صحيحا أو مريضا، لأن الرجعية زوجة. لأن الرجعية زوجة ويجب لها أن تتجمل، يعني يحسن منها أن تتجمل له لعله يراجعها بقول أو فعل، بقول راجعت فلانة أو فعل، يأتي ما يأتي بين الرجل وأهله من تقبيل أو غيره. نعم. وإن أبانها في صحته. وإن أبانها، وش معنى شيخ بكاي أبانها؟ يعني طلقها طلاقا بائنا وليس رجعيا. نعم. انقطع التوارث بينهما. التوارث بينهما إلا إذا اتهم. نعم. لأنه يعني مثلا أراد أن يحرمها فيعامل بنقيض قصده. نعم. انقطع التوارث بينهما لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث. ما في زوجية، طلق وبانت أنت، يعني أصبح من حقها أن تتزوج، ملكت نفسها، أصبحت بائنة منه. نعم. وكذلك إن كان في مرض غير مرض الموت، لأن حكمه حكم الصحة. وإن أبانها في مرض موته، مرض اللي يقولون أنه مثلا مرض خطير ويمكن أي ساعة يتوفاه الله، فهنا حصل الاتهام والمرض قد يكون يقضي على حياته، فإنها ترث مهما طالت المدة ما لم تتزوج أو ترتد. وعرفنا ما لم تتزوج لأنه ما يمكن ترث من زوجين، لأنه قد يموت الأخير قبل الأول، فمعناه ما ترث منهم كلهم. أو ترتد لأنه حصل خلاف في الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. حصل اختلاف الدين. نعم. وإن أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألته الطلاق، هي اللي طلبت. نعم. أو علق طلاقها على سألته قالت طلقني. نعم.
أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلت انقطعت التوارد. لأن هي اللي سألت، أنا قلت المرأة اللي جاتني قالت ذكرت الأسباب وقالت أريد أنه يطلقني برضاه وبرضاي، لكن إذا بقيت في عصمتي ومات يحصل لي ضرر عظيم. نعم. انقطع التوارث لزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه، وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترثه كذلك. وعن أحمد أنها ترثه في هذه المسائل الثلاث. رواية أخرى أنها ترثه في هذه المسائل، وقلنا بأن ابن قدامة رحمه الله ألف هذا الكتاب لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في طلب العلم، فقد ألف رحمه الله قلنا 4 كتب. الأول الشيخ عبد الله العمدة للمبتدئين، والثاني الشيخ علي المقنع لمن قطع شوطا، والثالث هو كتابنا، والرابع هو المغني لمن قطع شوطا مباركا في العلم واستمر فيه. نعم. إنها ترثه في هذه المسائل الثلاث لأنه طلاق في مرض موته، ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث لأنه لا يتهم في طلاقها، وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان ورث تماضر الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان. طيب يقول فعورض شيخ عثمان يا بني فعورض بنقيض قصده كالقاتل. وش معناها العبارة هذه؟ آخر درس قبل، يعني الأب يقتل ابنه أو الابن يقتل أبيه لأجل الميراث، أو الأخ يقتل أخاه لأجل الميراث، نقول لا ميراث لأنه يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل. والقتل قلنا هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، فمعناه القاتل يعاقب بنقيض قصده ويورث ويحرم من الميراث الذي قتل لأجله. نعم. وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان. يعني إذا انقضت العدة متهم لكن العدة انتهت، يقول فيه روايتين. نعم. إحداهما ترثه لأن عثمان ورث امرأة من عبد الرحمن بعد انقضاء العدة، ولأنه هارب من توريثها، ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة. والثانية رواية ثانية لا ترثه. نعم. لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه، كما لو ارتبطت مع زوج آخر، ما أحد يقول أنها ترث من هذا الذي طلقها قاصدا حرمانها، ما دام تزوجت انتهت العلاقة. فيقول الفقهاء مر بنا في عدة الباحث: ما لم تتزوج أو ترتد، فإذا وجد واحد من هذا منع منها الإرث، وأما إذا تزوجت أو ارتدت يقولنا منع الإرث، وإذا لم تتزوج أو ترتد فهو يعامل بنقيض قصده. نعم. ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من 4 نسوة. بأن ذلك يفضي إلى توريث أكبر، يعني مثلا الرجل طلق وكان يعني طالت المدة ثم تزوج، وهذه الذي طلقها وقلنا إنها منقضية العدة، فنقول نورثها ونورث 4 اللي في عصمته، معناه نورث 5، ولا يمكن أن يرث 5، وإنما نهاية العدد 4. نعم. بأن يتزوج 4 بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز،
وإن تزوجت لم ترث. وإن تزوجت يعني ارتبطت مع زوج خلاص انتهت العلاقة. نعم. لأنها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الأول فلم ترث، كما لو تسببت في فسخ النكاح، وهكذا لو ارتدت في عدتها. ارتدت يعني خالفت دين الإسلام، نسأل الله السلامة. نعم. أو فعلت ما ينافي نكاح الأول لم ترثه، وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان. نعم. أحدهما ترثه. ففيه وجهان، فإذا عرضت على القاضي حكم به، حكم بما به براءة الذمة. ومر بنا قاعدة بأن حكم القاضي يرفع الخلاف، أي مسألة فيها خلاف إذا حكم فيها القاضي نقول على العين والرأس، إلا إذا كان حكمه يخالف نصا ظاهرا من كتاب أو سنة شيخ أحمد أو إجماع. نعم. أحدهما ترثه لأنها مطلقة في المرض، أشبه ما لو لم ترتد. والثاني لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح، أشبه ما لو تزوجت وارتبطت بزوج. نعم. فصل. وقلنا إن المؤلف رحمه الله يأتي فيقول فصل أو باب، فلأجل التسهيل على طالب العلم في معرفة المسائل والإلمام بها، بينما لو جاء البحث كله دفعة واحدة قد يشق على طلبة العلم ويصعب عليهم استيعابه. نعم. لأنه قال هنا باب ذكر، وهنا قال فصل. نعم. وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان، كالتي انقضت عدتها، ولو قال لزوجته في صحته إذا مرضت فأنت طالق، إذا مرضت فأنت طالق، فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه. وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كطلاق ابتداء. وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق، فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة. وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا، فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته لأنه متهم، وإن لم يعلم لم ترث لعدم التهمة. فصل. ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاه أو غيره باتت وورثها زوجها ولم ترثه، لأنها تسببت في الفسخ فهي لا ترثه بينما هو الزوج يرث. نعم. لما ذكرنا في طلاق المرض، ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها لذلك. وإن كان للمريض زوجة أخرى سقط ميراثها لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه لرجوعه إلى الزوجة الأخرى دونه، لأنه الولد هذا ما يستفيد، يعني ميراث زوجة ولا زوجتين ولا ثلاث ولا أربع كله واحد، كله يأخذون الثمن مع وجود الفرع الوارث، فالولد ما يستفيد. لكن إذا ما عنده زوجة معناه أنه يوفر الثمن فيكون الولد يرث جميع ما تركه والده، وإذا في زوجة أخرى فلا، لأنه لا يستفيد شيئا من طلاق واحدة، لأن الثمن كله يبقى للباقية وهو لا يستفيد شيئا. فصل. وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها. عندنا عقد نكاح، عقد باطل وعقد صحيح وعقد فاسد. الصحيح هو الذي توفرت فيه الأركان والشروط، ونقول الأركان ثلاثة والشروط أربعة. الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول،
هذه نسميها أركان النكاح. والشروط أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي. فما اختل ركنه نقول باطل، وما اختل شرطه نقول فاسد. وما توفرت فيه الأركان الثلاثة والشروط الأربعة نقول نكاح صحيح. نعم. ولم تعلم بعينها أو طلق بعض نسائه بعينها أو علمها وأنسيها أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها فصل. وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها. تعلم بعينها، ما ندري زينب ولا ليلى ولا فاطمة ولا ما نعرف، واحدة فاسد لكن ما ندري من هي، ولا بد من تصحيح الفاسد. وأما الباطل فهو وجوده كعدمه. نعم. ولم تعلم بعينها أو طلق بعض نسائه بعينها أو لا بعينها أو علمها أو وأنسيها. عالم منه لكن نسي، ما يدري فاطمة، يقول أنا طلقت واحدة لكن ما أدري فاطمة ولا ليلى ولا زينب ولا دعد. نعم. أقرع بينهن. بينهن. فمن خرجت قرعتها بفساد العقد أو الطلاق فلا ميراث لها، لأنه اشتبه المستحق بغيره، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أعتق في مرضه عبيدا لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم. يعني عبيد، ونعرف أن الإنسان إذا أعتق، وننظر للوصية لما يمكن له أن يتصرف في الثلث فأقل، وأما ما زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات في عدة الباحث. ونسمع الآن الأسئلة ونتناقش فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا يسأل أحد الأحبة، يقول المطلقة ثلاثا حتى ولو كانت في العدة هل ترث؟ نقول لا، المطلقة ثلاثا ولم يحصل اتهام له فإنها لا ترث، وليس من حقه رجعتها لأنه أصبح أجنبيا، وإنما يعني نجعلها في العدة للتأكد من براءة الرحم. يقول فيه بعض الأولاد الله يهديهم يتعمد الإساءة لوالده، فهل لو أوصى الأب قال ابني فلان لا يعطى من العرف؟ قلنا لا، يعطى، وإنما عليه أن يتوب ويرجع إلى الرشد والصواب. وأما أن يحرم الأب ابنه أو زوجته، يقول هذه زوجة ناشز وهذا ولد عاق لا يعطون شيئا، فليس من حقهم. وأذكر قلنا قبل فترة، قلنا مر بي قضية وجاء ناس وقالوا إثبات وفاة وحصر الميراث، فعملنا إثبات الوفاة وحصر الميراث، ما شعرت بعد أسبوع إلا جاء واحدة من البنات قالت أنا ما ذكرت اسمي، قلنا أنت بنت فلان؟ قالت نعم. ما يصير، استدعيناهم قلنا يا فلان هذه أختي، قالي. قلنا طيب لماذا ما ذكرتها؟ قال لي أنها عاقتنا الوالد ولا تطيعه ولا تمتثل. قلنا لا، هذا خطأ، ولولا واستدعينا الشهود ويعني تكلمنا معهم، قلنا يجب أن تتأكدوا والمزكين، وقال والله جانا وقال هذه أختي، هذول عددنا وحنا ما ندري، فيعني عذروا بجهلهم وإلا يستحقون التعذيب. يقول السائل الكريم المكي، إذا حج أكثر من 5 حجج في حياته واكتفى بالصيام يوم عرفة بقية حياته، هل يكون مقصر؟ نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والإنسان يحرص على الاستزادة من الخير في الصيام وفي الحج وفي العبادة وفي الطواف وفي غير ذلك. يقول أنا مقيم في مكة لمدة سنة، وأتيت إلى هنا وأريد أن أعمل يعني عمرة، هل أكون متمتع؟ نقول تكون متمتع، وإذا عزمت الإقامة فأنت من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي ولا صيام. يقول أنا أسكن في مكة وعملت عمرة من الطائف في شهر شوال، وعمرة
من جدة في ذي القعدة، يمكن نقول عمره بعد من يلملم في أول ذي الحجة، هل أعتبر متمتع؟ يقول نعم، ولا هدي عليك لأنك من حاضري المسجد الحرام ما دمت تسكن في مكة. يقول بالنسبة للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كيف يكون هذا وهو نعرف أنه من العشر المبشرين؟ نقول من مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما صدر منهم، الكف، ونترحم عليهم جميعا ونسأل الله للجميع التوفيق والرشاد. هذا أخ كريم يسأل يقول الصداق هل هو من الشروط؟ نقول لا، الصداق ليس من الشروط ولا من الأركان. الأركان مرة أخرى: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين ابن فلان وابنتي فلانة، والرضا بدون غضب، والرضا والإشهاد، وأيضا الولي، لا نكاح إلا بولي. يقول إذا قلنا إن النكاح فاسد فما حكم الأولاد؟ نقول يجب تصحيحه، والأولاد شرعيون وإنما يجب التصحيح. هذا هو نفس السؤال السابق، يقول إنه أحرم من جدة في عمرة وأحرم من الطائف في عمرة وهو ساكن في مكة، هل يعتبر متمتع؟ نقول نعم، ولا هدي عليه ما دام من سكان مكة. هذا أحد الإخوان هداه الله، يعني فيه يظهر من سؤاله أنه يستعجل، يقول طلقت عام 1434 طلقة واحدة، قلت أنت طالق، وطلقت 1435 قلت أنت طالق، وكانت الطلقة في طهرها الذي جمعتها فيه، وكنت غضبان جدا، وطلقتها قبل يومين وكنت في غضب شديد، فقلت لها أنت طالق طالق طالق، واكتشفت أنها حائض. نقول للسؤال للسائل الكريم يمكن أن يكتب سؤال ويرسله لسماحة المفتي، لأن مسائل الطلاق من الأشياء الهامة التي يجيب عليها سماحته، فيمكن يكتب السؤال ويرسله. يقول السائل هل يقع طلاق الرجل لامرأته الحائض؟ نقول نعم يقع، لأن عمر رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ويمكن يعني سؤال المفتي إذا كان هناك اجتهاد آخر. يقول إذا طلق ثلاث طلقات وهو غضبان هل يقعن؟ نقول في المذهب يقعن، ومر بنا في الروض المربع وفي شرح المنتهى كلها يقع سواء كان في مجلس أو مجالس. يقول السائل الكريم في جماعة لديهم عمة أخت أبوهم وقد توفيت ولم يكن لديها ابن، ولديها أبناء وبنات إخوة وأولادهم، والعمة تركت لديها ورثة ورث، كيف يكون التوريث؟ نقول لأبناء الأخ دون بنات الأخ، بنات الأخ لا يرثن وإنما أبناء الأخ يرثون، فإذا كان هو كلهم عمهم جميع عمتهم كلهم فهم يعتبرون أبناء أخيها، أما بنات أخيها فلا يرثن، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة، فبنت الأخ وبنت الأخت لا ترث. يقول هنا عدة المطلقة مخالعة، هو لابد من الاستبراء، فمن العلماء من يقول تستبرأ بحيضة، ومنهم من يجعلها كغيرها، والقاضي يكتب في الصك يقول وأمرتها بكذا، ويذكر الدليل، إما أن يجعلها يعني شهر واحد تستبري في حيضة واحدة، وإما أن يقول ثلاث حيض حسب ما يرجحه ويرى أنه الأصوب. يقول السائل الكريم إذا توفي زوج دون أن يطلق زوجته ولديه أولاد، ثم تزوجت زوجته أخو الزوج الذي توفي، هل يبقى لها من الميراث؟ نقول ترث زوجها الذي مات عنها وترث الزوج الثاني لو مات، فهي تعتبر زوجة للأول، ترث الربع، ترث الثمن لأن عنده أولاد،
والثاني إذا عنده أولاد ترث الثمن، وإذا ما عنده أولاد ترث الربع، فلكل منهم نصف شوك. يقول السائل: أوقات الرمي في أيام التشريق. نقول يوم العيد الرمي من الفجر، وبقية الأيام من الزوال، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما قال: خذوا عني مناسككم. يوم العيد نرمي جمرة العقبة فقط، وبقية الأيام نرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. يقول: دخلت مكة المكرمة بقصد الإقامة ولم أكن محرمة، وعندما وصلت وسكنت عملت عمرة، والآن أريد الحج. بالنسبة للإحرام من الميقات، إذا كنت داخلا مكة قاصدا العمرة أو قاصدا الحج، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت لم ترد حج ولا عمرة وإنما أردت الإقامة، والآن أنت في مكة، إذا رغبت في العمرة تحرم من الحل، وإذا رغبت في الحج تحرم من بيتك. فقد قال العلماء: المكي يحرم للعمرة من الحل وللحج من بيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.